بس دي اجراءات امنيه لدواعي امنيه يا معالي الوزيره. بس انا مستغنيه عنها ومش محتاجاها يا معالي الوزير. بس انت وزيره في الحكومه وعدم تامينك مسؤوليه كبيره بالنسبه لنا. صدقني معاليك انا مش محتاجه حمايه ولا تامين، وافضل اباشر مهام منصبي وانا عايشه حياه طبيعيه. وزي ما قلت لحضرتك انا لا ليا ولا هيكون لي اعداء او خصوم، وعشان اخلي مسؤوليه حضرتك والداخليه انا هكتب طلب لرفع الحراسه بكل اشكالها وانواعها بالنسبه لي. هو لو معاليك مصممه يبقى ما باليد حيله، واي وقت تحب ترجع الموكب والحراسات هيرجعوا فورا. ما اعتقدش اني هحتاجها اصلا اطلاقا يا معالي الوزير. عجبك كده يا ست مامي؟ اهم بيشيلوا كشك الحراسه والمتاريس وبيمشوا. اقول ايه انا لاصحابي ولجيراننا دلوقتي؟ اقول لهم معلش اصلي معالي الوزيره من غير كشك ولا حراسه وكمان من غير موكب. خلاص يا مامي خليهم يفتكروا ان معالي الوزيره راحت تحلف اليمين الصبح وبعد الظهر راح شايلينها من الوزاره. يا مامي انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. الكشك والحراسه يا مامي كانوا عاملين برستيج ومنظر. ماشي يا معالي الوزير، لا اله الا الله. معقول جايه الوزاره من اول يوم استلامها للمنصب من غير موكب ولا حراسه؟ هي في عربيتها وسواقها فقط لا غير. اي أيوة والله يا استاذ عزت. ايوه يمكن لسه ما عينوش ليها موكب ولا حراسه. لا انا عندي اخبار موثوق منها من الداخليه، بعد اجتماع الرئيس مع مجلس الوزراء خدت بعضها على وزاره الداخليه وسلمت الموكب وسلمت الحراسه بتاعتها كمان. والله لو الكلام اللي بتقوله ده مظبوط تبقى بدايه مش مطمئنه خالص. لا انا عارفها كويس قوي من تعاملات مجموعه شركاتها ومنشاتها مع الوزاره. لعلمك دي ست بتاعت شغل جدا، ما عندهاش هزار خالص في الشغل. ربنا يسترها ويعديها على خير. على فين يا استاذ عزت؟ هروح يا سيدي ارحب بيها وابارك لها. خدني معاك يا سيدي. مبروك يا معالي الوزير. مبروك يا معالي. الله يبارك فيكم، انا متشكره جدا. استاذ عزت من فضلك تحضر الاجتماع مع قيادات الوزاره بعد ربع ساعه من دلوقتي. اوامر معاليك يا فندم. تقدروا تتفضلوا ونتقابل في الاجتماع ان شاء الله. باذن معاليك يا فندم. اوامر معاليك يا فندم. ايه دي استقالتي يا معالي الوزير. سببها ايه؟ يعني المتبع يا فندم ان الوزير الجديد لما بيجي بيجيب الاستاف بتاعه وطقم مكتبه، فانا حبيت اوفر على معاليك الاحراج وقلت اخدها من اصيله. الاستقاله مرفوضه يا استاذ صبري، وزي ما كنت على حد علمي مدير كفء المكتب الوزير السابق هتفضل في موقعك كمدير لمكتبي. متشكر جدا لمعاليك يا فندم، وربنا يقدرني ان يكون عند حسن ظنك. لو سمحت لما تخرج تبعت لي حد يشيل الورد الكتير ده من المكتب، عامل زحمه كتير قوي. انا كفايه عليا مثلا بوكيه واحد. ده كويس الوانه بتعجبني. ممكن تخلي ده بس ويشيلوا الباقي. اوامر معاليك يا فندم. هو مين اللي بعته البوكيه ده؟ بعد اذن معاليكي. ده كامل بيه فهمي صاحب مجموعه شركات عروس البحر للسياحه. لا خليهم يشيلوا الورد كله، مش عايزه ورده خالص في المكتب. اوامر معاليكي يا فندم. بعد اذن معاليكي. الباشمهندس مصطفى مهندس الديكور موجود مستني اوامر معاليكي. اوامري بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمكتب يا فندم. لو معاليكي حابه تضيفي تعديلات او تغيري الفرش. لا 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 تعديلات ولا تغييرات، المكتب كده مش محتاج اي حاجه. اصل متبع معاليكي ان لما بيجي وزير جديد بيغير الفرش او الديكور او بيطلب اي تعديلات. والكلام ده بيبقى على حساب مين يا استاذ صبري؟ على حساب الوزاره معاليكي. الوزير السابق لما جه اول حاجه غيرها الديكور والفرش، ده حتى المكتب ده متكلف. مال الدوله يا استاذ صبري، احنا المفروض هنا عشان نبقى امن عليه مش عشان نبقى عزاءه على حاجات ملهاش لازمه. أوامر معاليك يا فندم. طب بخصوص العربية يا فندم، معاليك هتركبي عربية الوزير السابق ولا هنجيب عربية جديدة؟ لا 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 ولا كده ولا كده، أنا مش محتاجاها، ممكن ترجعها لمجلس الوزراء، أنا معايا سواقي وعربيتي.